اي واحد كيشوف هاد لا فيديو سي فو بلي تكون غادي في الزنقه تلقى مع اي واحد عاون 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 حيت سيريوزمون هادشي اللي كيخليك انك تكون ان اتخوما. انا بالنسبه لي التطوع هو الحاجه اللي مخلياني نفيق في الصباح ونعس بالليل وانا نفيق الصباح ونعس بالليل حيت جو مو تروف في الفولونتاريا والبينيفولا. كي تكون عندك هذيك لافي ديدي لي زوتر كتشوف ان كاينين شي ناس اللي الحياه ظلماتهم يعني وانت الطاكسي دير بي واحد الحوايج اللي ما عطاهمش شي وحدين اخرين سو كتقول نقدر انا نعاونهم على الاقل تكون انا ما قد هكا من الحياه اللي عندي انا تكون ما كاين ما احسن التطوع باش تحكي الناس. هذا كيعجبني من الصغر باسكو جيم تو سكي اون ريلاسيون افيك لومانيتي. حنايا عايشين في واحد لا سوسيتي اللي عندنا واحد لا روتين ديالنا دونك كنحاولوا اننا نخرجوا من ديك لا روتين وكنمشيو نشوفوا الناس اللي ما عندهمش اللي محتاجين لينا واللي ماشي عايشين في حالنا دونك كنحاولوا نعطيوهم واخا شويه من داكشي اللي عندنا. كانت عندي لومانيتير شي حاجه اللي هي سي اون اوبليغاسيون من بعد ولا عندي ان اونفي ندير لومانيتير من بعد ولا ان بيزوان يعني انا كنحتاج ندير خير. بيان سور بيان سور بيان سور و الف بيان سور حيت ما نكتبش عليك الا جيت انا ندير واحد الحاجه ما مجبورش عليا نديرها واحد اخر حتى هو جاي يدير واحد الحاجه ما مجبورش يديرها في الاخر غادي نلقاو بلي شي كيعاون شي ومن هنا واحد 10 ولا 20 طون غادي نتلفتو غادي نشوفو المغرب بلاد اخرى ما عمرنا كنا كنتوقعوا زعما انه يكون. كل ما تزاد انا وانت وانتي غيكون افضل ونقدروا نقضيو على الفقر كاع علاش لا يعني كلما كان بزاف ديال لي بينوفولا كلما بزاف ديال الناس غادي يعيشوا يكون واحد توفر لهم واحد الانفيرونمون اللي هو مناسب للحياه ملائم. ملي كنخرجوا عند الناس كنقول لهم عطيونا واخا 10 دراهم 20 درهم راه كتقدرنا تخلص لنا شحال من حاجه نقدر نعاونوا بها دوك الناس اللي مشاو عندهم. الحياه ظلمات شي وحدين والا ما حنا ما عاوناش بعضياتنا الا ما طوعناش باش نعاونوا بعضياتنا باش نزيدوا بالبلاد القدام وباش نعاونوا الناس وحدين اخرين ما كاينش شي واحد اللي غيديرها في بلاصتنا. ملي كنمشيو نعطيو شي حاجه للناس كنمشيو عند الناس كنختاروهم اللي يكونوا فريمون باغيين ديك الحاجه وانهم غير ما قدوش يوصلوا ليها ولا ما قدوش ان توصل ليهم ولا يجيبوها براسهم هما دونك حنايا واحد لو ليان ولا واحد الوسيله باش نجيبو لهم داك الشيء. حنايا كنديروا دي بروجي اللي هما كونتينيابل للناس يبقاو خدامين عليهم ويخدموا حتى هما يدمروا باش يدخلوا منهم فلوس. الناس اللي كنعاونوهم حنا في ايسيف ماشي هو واحد قرا وجالس في دارهم ما باغيش ميم با يدير واحد بيتي تيفور باش يخدم ولا باش يعاون راسو سي كنمشيو نعاونو دي جون اللي كيخدموا وباغيين يعاونوا راسهم ولكن الحياه ما معاوناهمش. ليفينمون فار ديالنا هو فواياج هيومانيتير كنمشيو شي هذوك لي فيلاج مارجيناليزي دونك كنعاونو الناس كنديرو لهم الحوايج دون اليمونتير وكنديرو سورتو الرينوفاسيون ديال لي زيكول. كنحاولو نعطيهم اللي قدينا عليه سوا كوتي زعما ماتيريال سوا كوتي افيكتيف سوا اي حاجه كنحاولو نشرو لامور ونحاولو نشرو اي حاجه نقدرو نعاونو بها دوك الناس. كيكون محتاجين للصباغه المواد الغذائيه اللي كنعطيوهم ليهم الحوايج ولا اي حاجه تقدر تعاونهم. دوكو حنايا فكرنا ابار لي بورتا بورت مي بورتا بورت كندور هي كندور على الناس نجمعو الفلوس في الزنقه كندقو عليهم في الديور دوكو فكرنا نديرو ان كونسير دو شاريتي سميتو كونسير الخير. كنجيبو دي فنانين في قناوه كيجيو الناس اللي يعاونونا بالفلوس التيكي اللي يخلصوا كنشريو لي دونغي اليمونتير بزاف الحوايج اللي كيحتاجوها الناس في المناطق النائيه اللي كنمشيو لها في فواياج هيومانيتير. كيخصنا حنا وكل واحد في دارو جالس ولا كيقرا ولا خدام يكون عنده داك ليسبري ديال انه يعاون اللي معاه. المغرب فيه 33 ولا 34 habitants donc les 8 مليون ما كبيراش ما لو بوا ديالها ما كبيرش بارابور لديك 33 دونك اللي كان كل واحد فينا بغى يعاون نقدر نعاونهم كامل. اول حاجه ايسيف هي ايد سون فرونتيير
يعني ما كاينش فرونتيير ما كاينش حدود لا جغرافيا لا لا هذا فرونتيير بيرسونيل لا فرونتيير ديال ليفيكتيف دوكو الا كنا انفيزيو مثلا في البدايه ديال الكلوب ديالنا فيزينا مثلا 20 بيرسون من بعد 2 ans 200 واحد من بعد 100,000 واحد من بعد علاش المغرب كامل الا جيت انا درتها واحد اخر دارها واحد اخر دارها واحد اخر دارها جو كرو كو كاملين نقدروا نوصلوا هذوك 8 مليون وكلنا نقدروا نهزوا بدوك 8 مليون بغيتكم تجيو لهاد الكونسيرت الخير الناس ديال طنجه وبرا ديال طنجه المهم فين ما كنتو جيو باسكو حيت ماشي غادي ديروا الخير في دوك الناس يعني اللي حنا غنعاونو ما ديروا حتى الخير في راسكم غتنشطوا وغادي ديروا الخير فينا حتى حنا باش نعاونوا الناس امي 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 الخير اي ايسف